السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع المالي والاستثماري للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين عن إبرامها عقد تسهيل مرابحة من عدة بنوك بقيمة 570 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وذلك من أجل دعم استثماراتها في تمويل عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية في مملكة البحرين. وقالت بأن هذا العقد الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية يعد الأول من نوعه الذي تدخل فيه الشركة القابضة للنفط والغاز إلى أسواق الائتمان المشتركة، وبداية لانطلاق العديد من مشاريع التنمية الطموحة للمملكة القابضة للنفط والغاز وقطاع النفط والغاز البحريني. انطلقت فعاليات المؤتمر اللوجستي الخليجي السنوي الأول مع تأكيد المشاركين على تبوء البحرين لمكانة متقدمة بين دول مجلس التعاون في مجال الخدمات اللوجستية بفضل نشاط الحركة الاستثمارية والتسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين. وذكر متحدثون أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يواجه تحديات إقليمية تتمثل في الاتجاهات الحالية في العالم اللوجستي فيما يتعلق بمفاهيم الاستدامة والتجارة الإلكترونية. وأكد المشاركون قدرة البحرين على اجتذاب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم نحو سوق يبلغ قوامها 1.6 تريليون دولار، فيما تقدر توقعات نمو الخدمات اللوجستية في المنطقة ما يتجاوز 30 مليار دولار. القطاع المواصلات واللوجستكس كان نموه تقريبا 6% في 2015، وقطاع من القطاعات اللي احنا نركز عليهم في مجلس التنميه الاقتصاديه، لان يعني اولا هو مهم كقطاع للتجاره في المنطقه ومن بين المنطقه والعالم ككل، وممكن يخلق فرص عمل جيده. فاحنا يعني نركز على هالقطاع، يمثل تقريبا اليوم 8% من الناتج المحلي، املنا انه يكون اكبر. أكد رجل الأعمال خالد الأمين عضو مجلس التنمية الاقتصادية أن حلبة البحرين الدولية التي أصبحت محطة أنظار الملايين حول العالم قد أسهمت في الترويج لاسم البحرين وللاقتصاد الحر فيها. وتوقع الأمين في تصريح له لوكالة أنباء البحرين بنا أن ترتفع عوائد استضافة حلبة البحرين الدولية لسباق الفورمولا 1 لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لهذا الموسم، مشيرا إلى أن حلبة البحرين الدولية تشكل اليوم موقعا استراتيجيا مهما بدءا بجذب المشاريع الاقتصادية الضخمة كموطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، متوقعا تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة على صعيد جميع القطاعات الحيوية أبرزها قطاع السياحة وأماكن الترفيه والمجمعات التجارية ومراكز التسوق المختلفة، مؤكدا أن البحرين ستجذب أعدادا ضخمة من عشاق هذه الرياضة العالمية من الخليجيين والعرب والأجانب.